شاء الله راح ندفع السعر. والله يرى 50 درهم انت البس وعاو. بس قيس. طنجية المراكشية. طنجية المراكشية. طنجية المراكشية. أهل البهجة. أهل البهجة. هذا التعطيل نسيتك تولد حبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم شفت لكم بمقطع جديد بمقطع أسطوري. اليوم إن شاء الله راح نروح للسوق محمود باشا هيك خايفين محمود باشا عشان نشتري إن شاء الله بعض الهدايا والملابس اللي إلي ونأبع يعني إخوتي وهذه الأشياء لأنه قربنا نرجع للمغرب إن شاء الله. فعبدون نطلع عليكم واتسوا معكم لايك واشتراك في القناة. حاليا أنا متواجد في شارع الاستقلال بإسطنبول. راح نروح إن شاء الله نسحب فلوس لأنه مطفر أمتلي فلوس الدراري أتمام جيسي وغادي نمشي إن شاء الله راح نذهب ل شو اسمه المترو عشان ننتقل. احنا حاليا بالجزء الاوروبي من تركيا او من يعني من القاره الاوروبيه. احنا حاليا راح نروح للقاره الاسيويه تقريبا ايش حق الوقت في المترو تقريبا نص ساعه ونكون وصلنا للاتجاه الاسيوي اللي موجود فيه ان شاء الله سوق محمود باشا عشان نشتري هذه الهدايا. وفي ايضا سوق خاص يعني بالحلويات وكل شيء راح نشتري كثير اشياء ان شاء الله. فيلا ما نطول عليكم خلونا نكمل. بدينا نختار اللغه اول حاجه طبعا راح نختار العربيه عشان ما نجيب ام العيد. سو بعد ما اخترنا اي اللغه العربيه الباسورد يكتبوا الكود كان كليكوا على جيريس اللي هي فاليدي سحب الاموال خوكم سيزي صافي نعود الى الخلف فاليدي جيريس هايدا فلوس ديالهم والله ما فيهم بركه. 1200 ليرة ما تعدل لك. نشوف على الله درنا شي حاجه ان شاء الله في السوق. معايا انا شي حاجه ديال لي رب جيبوا ستيفي لربي خليني تو مع الفلوس ان شاء الله برب. هاي هاي شي عيب اخرى والو. حاليا نقول لك استنوا المترو هو دابا يلا وصل ما كيتعطلش تقريبا 3 دقائق بين كل مترو. الثمن 10 ليره واش خلصنا ليك خلص يعني الكامله عمرناها ونخلصوا 10 ليره لواحد كيديك حتى الثمن الاخر يعني نزلت هنا ديما بغيت الثمن ديال 10 ليره لاي واحد. حاليا دخلنا لمحل تبع الملابس الاطفال عشان اشتري لاخوتي الصغار لي وعائشة راح اشتري لهم ان شاء الله ملابس عشان اسوي لهم مفاجاه لما ارجع للمغرب او اجيب لهم معي هدايا ان شاء الله. فهون كثير اشياء وبصراحه يعني محتار ما اعرف ايش راح اشتري لهم. بدي اشتري كسوه يعني زي تبع راح اختار اوريكم اياها يعني. ان شاء الله راح ندفع السعر. قال لي بيخصوا 500 و600 قول 500 تشترى في الدم لا ضروري. بسم الله تمام الله فارقتك كويس تمام تمام شكرا. 100 ليرة تبارك الله. 100 ليرة 50 درهم انت البس وعاو. بس قيس هادي تا هي 100 ليرة تمام الرجولة واعري خاف على الدري دابا يبقى يقول لي شنو جبتيليش انا خالصة كلشي بدا يقول لي بلاش 100 ليرة بلاش بس انا ادفع بس اقل 70 70 يا اوكي 370 ها 70 200 50 خلاص هذا بغالي على اخر اوكي تمام اوكي 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 هو يزرب عليك ايوه قال لك لا ما نجيش لبسه تا خليك ديك الساعه فلوس ساله وائل ورشيد شاود علاش لي وائل ثانك يو. سو دابا غادي ندخلوا ان شاء الله في شي شنطه 10 هدايا وهنايا في شحال كم الثمن 400 ليره الدراري غادي نديو البيسه هذه كان باغي يقول 500 بسم الله شكرا شكرا. حاليا راح نشتري ان شاء الله هدايا. دخلنا المحل الحلويات عند الشاب هذا راح تسوي لي سعر حلو ان شاء الله. والله تكرم عيونك ان شاء الله. اهلا وسهلا بالمغرب. اهلا وسهلا يعرف المغربيه اكثر مني هذا يشرب اتاي بالنعناع. شو الطنجيه؟ الطنجيه المراكشيه. الطنجيه المراكشيه. الطنجيه المراكشيه اهل البهجه. اهل البهجه. اوكي سو هادو كما تلاحظون حاليا يعني البقلاوه والاشياء اللي مشكله هنا. هذا الحلقوم التركي البقلاوه. في كثير اشياء والله واعر بزاف واعر بزاف والله واعر بزاف انا ما نعرفش نقول. هاي الشوكليت هاي المكسرات شوكليت مكسرات كل شيء موجود فراح نجمع الاشياء اللي بدنا اياها ان شاء الله وراح نشتريها. تعال شوف
شوف الشايات هون. الو كاملين شايات، انواع من الشاي اتاي. في عندي هون اتاي الحب، شوف ها لوف اتاي. هذا تعطي لنسيبتك تولد حبك بالذات. هذا مغربي نسيبتك يقول لك. انت من وين اصلا؟ انا تركي. تركي ولا فاس؟ الله ولا يعقوب. ولا يعقوب. بس انت من وين؟ انت من وين؟ انا من اي بلد؟ مكناس. انا من سوريا. انا سوري. انا والله من سوريا. تكرم عليك. اوكي سو زعفران. هذا زعفران الحر. زعفران الحر. زعفران الحر. كم هذا؟ هاي الشيشه كيلو جرام. هاي الجرام الواحد 320. 320 ليره الجرام الواحد. هذا يا اخي احنا عندنا بالمغرب اقل سعره بكثير. المغرب حسب الجوده. 320 تقدر تجيب لك 100 جرام مثلا. الجوده هاي. التركي كمان يجي رخيص، الصفران التركي يجي رخيص. اوكي حاليا ان شاء الله راح نشتري انا يعني واحده ليلي وواحده لبلال. هذا شو اسمه؟ هذا البقلاوة. هذا البقلاوة التركية. وثلاثة باكيت كل واحدة يعني هذه فيها ستة الحلقوم. سو كم سعر هادو؟ هاي الواحدة 150. 150 يعني تقريبا 75 درهم مغربية الكل ستة تبع الباكيتات. 10 دراهم تشتي هني راسك تجيب باكية كتفرقها على العائلة كلها. 10 دراهم تفرقها على العائلة كلها. خلاص. سو ثلاثة من هادو كم مجموع كل شيء؟ هذول طلعوا كيلو 400. اها هذول وحده 450. 850 ليره تمام يعني مجموع 850 ليره. ومقابل الاشهار كم راح تخلي لي اياهم؟ 900. تكرم عيونك. 900 خلاص. 300 تمام. حاليا دخلنا لمحل يعني داخل اسطنبول، فعنده الملابس يعني المقلده ماركات عالميه اللي هي تكون بسعر مثلا 500 600 700 دولار، تقدر يعني هون تلاقيهم ب 30 40 دولار كاقصى حد. فاخترت انا الجاكيت هذه. اجي نوريهم مخيفين. سلام. شحال هذه الليره معنا محمود ترجم الدراري؟ 1100. خليك 1100 ليره. سو هذه 500 درهم تقريبا. كواليتي ديالها مزيانه ديال بصح. كي جيتك خايبين؟ ناضي ناضي كي الفل. بصح زي الفل. لا تسعد تسعد ديالها صافي ديناها صافي. اوكي وخصني شي لبسه اخرى شي سروال وشي تيشيرت. جاو 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 والحمد لله. حاليا يا جماعه الخير وصلنا للمغرب انا وبلال بخير وبسلامه. فاللي مو عارفين كنا بتركيا وحاليا رجعنا. وتقريبا شحال يعني مع العمر كنت بالعمر شهرين. شهرين بس. شهر ونص في تركيا وشهر بشو اسمه بالسعوديه. يعني تقريبا ثلاث اشهر ما التقيت هذا القوم دوما. سو الحمد لله حاليا عدنا بخير وراح يكون عندنا فيديوهات اسطوريه مستقبلا. مجهز لهم افكار ومجهز لهم تحديات وكثير اشياء اسطوريه منه. انه هذا الشعر لازم نشيله. هذا لازم له فكره فيديو تحدي نصلع اما انا او انت. انا شعري كان لهون شيل جده كله. سو حاليا يا جماعه الخير في جبت معاي اثنين شنطات. هذه كل ماتريال يخليها ما فيها اي هدايا. هذه فيها هدايا تبعك انت لينا. كان جيت لك كان هنا يدي حاجه ديالك عدو وغني. لا مشيت ما تلاقوا له الحغايج. سو حاليا هون في عندنا هدايا للينا وعائشه وفي شي حاجه ديالكم انتم ايضا هدايا تبع وائل وابع. ولكن الهدايا الكبيره اللي تبعكم انتم اسمع ظلت بالمطار غدا. بكره ان شاء الله راح اروح الى المطار راح اجيب اياها. ظلت في عندنا شنطه تاخرت داخل الطياره. سو خلينا نشوف ايش موجود عندنا هون. هذه وهذه ديالك عائشة. هذه فالدا شبا. هذه ديالك لينا شبا شبا. بلاتي بلاتي بلاتي. هذه التيكيتا ديالا. ها هي هاي التيكيتا ديالك. هذه كبيرة ديالك. عاس تحيد منا عاس باشي شبا. هذه التيكيتا ديالك وهذه فالدا ديالا. تجي هنايا ياك شبار. وهذه ديالك لينا تينا. شوف يا مومو جبت لك هذه ديالك لينا. تشو 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 معصب. انا جبت لك تينا حاجة واعرة كدعوش. هذه دعائش. وهذه لينا جي قد هذا وباقي بديك يا هذا ديالك. وهذا تبعك انت يا وائل. هيتم
هيثم ايضا جبت له واحد تبعه، سو حاليا راح استخدمه. سو حاليا يا جماعه الخير يعني بعض الهدايا القليله، الهدايا الاخرى اللي عندي كويسه تبعي انا ايضا موجوده لسه بالمطار، راح اجيبها ان شاء الله وراح نسوي مقطع عليها لانه فيها اشياء رهيبه. ايش كتشوف؟ سو حاليا بدون ما نطلع عليكم لايك لهذا المقطع واشترك بالقناه وفعل زر الجرس، وما تنسوا انه قريبا يعني بعد ما عدنا حاليا مع بعض راح يكون عندنا فيديوهات وتحديات نار ناريه يا شباب. يلا ما نطلع عليكم، نلتقي في مقطع قادم ان شاء الله.